هل في إشارة قرآنية تتعلق بولادة الإمام المهدي عليه السلام؟ وهل لا اسم الله الأعظم علاقة بالموضوع، سواء من حيث المعنى أو من حيث الدلالة العددية؟ وشو علاقة علم الجفر الخاص بالإمام علي بهي الإشارة؟ رحب فيكم بحلقة جديدة من سلسلة ما دوت. العنوان غريب، وأعتقد ما سبق وتكلم حدا عن هالمسألة من قبل، بس أنا شايف إنه في إشارة قرآنية إلى السنة والشهر واليوم اللي ولد فيهم الإمام المهدي عليه السلام. بس قبل ما نبدأ، حابب وجه تحية من أعناق القلب لأسرة قناة تلفزة التونسية، وتحديدا لأسرة برنامج حيث نلتقي، الأخت ريم اليوريمي والشيخ كريم شكيبة والشيخ أحمد سلمان، اللي أمتعونا خلال شهر رمضان المبارك ببرنامجهم الحواري الهادئ، اللي أكدوا لنا من خلاله أن الأمة قادرة على أن تلتقي وإن اختلفت. تحية من القلب حقيقة لبرنامج نفتقر إلى أمثاله، البرنامج البناء بهذا الزمن. في حديث وارد في كتاب فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي عن الإمام علي عليه السلام، بيقول فيه: إذا نفد عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يكون أوان ولادة المهدي. هذا الحديث بهاللفظ منقول عن ابن عيسى البسطامي، اللي هو من مشايخ الصوفية في القرن الثاني والثالث للهجرة. والحديث كمان نقله إسماعيل حقي في كتاب روح البيان في تفسير القرآن عن الكواشي بلفظ آخر شبيه له، اللي هو: إذا نفد عدد الحروف بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يكون أوان خروج المهدي من بطن أمه. هاللفظ غاية في الأهمية لأسباب بنذكرها بعدين إن شاء الله، لأنه هذا الحديث له عدة أوجه جميعها عميقة المعنى، سواء عن الولادة أو عن الظهور، إن شاء الله منفصل فيها بعدين. كتاب فتح القدير مذكور بالكتاب أنه البسطامي روى هذا الحديث عن الجفر، عن جفر الإمام علي. طبعا وأنى له أنه يوصل للجفر، لولا أنه بحسب ما هو مذكور في سيرة البسطامي، أن البسطامي سمع الأحاديث من عدة علماء وفقهاء من عصره، من ضمنهم الإمام جعفر الصادق. بالتالي قد يكون فعلا الحديث نقل الإمام جعفر الصادق وذكره أمام البسطامي من جفر الإمام علي، فبالتالي هو فعلا من علوم الجفر الخاصة بالإمام علي. اسم الله الأعظم اللي على الرغم من أنه ما في حديث بيصرح فيه، إلا أنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. وبناء على هذا الحديث كثير من العلماء بيعتبروا أنه اسم الله الأعظم هو اسم القيوم تحديدا. طبعا هذا الاسم ورد في الآية 111 من سورة طه، اللي هي: وعنت الوجوه للحي القيوم. ورد في الآية 2 من سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، واللي هو مطلع آية الكرسي، المورد الثالث من سورة البقرة. فاسم القيوم لم يرد إلا بهي الموارد الثلاثة. هلا لقائل أن يقول: طيب واسم الحي؟ لا، اسم الحي وارد إضافي لهي الموارد الثلاثة بسورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وبصورة غافر: هو الحي لا إله إلا هو. بالتالي نعرف أنه اسم الله القيوم هو الاسم الوحيد فعلا يلي ما ورد إلا بهي الصور. موضوع ولادة الإمام المهدي سبق وحكينا عنه بحلقة سابقة السنة الماضية، وحقيقة حرصا على أنه تكون السلسلة على مسافة واحدة من الجميع، حبيت أذكر الموضوع على سبيل الاحتمال، على الرغم من أن الاستدلالات كانت من مصادر متنوعة جدا، على رأسها أشهر اسمين على الإطلاق في علم الرجال اللي إني ابن حجر العسقلاني والذهبي،
ويعني الشخصين هذول إضافة إلى أكثر من 50 عالم من كبار العلماء أكدوا مسألة ولادة الإمام المهدي في 15 من شعبان سنة 255 للهجرة، إضافة إلى تطابق صفاته الخلقية مع الصفات اللي بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الشريفة عن الإمام المهدي، وأكدوا أنه كان عالم فقيه حتى من صغر سنه، وذكروا أنه هالشي كان كسيرة يحيى وعيسى عليهما السلام، ونفوا مسألة وفاته أو قتله أو حتى معرفة الجهة اللي توارى فيها. وتطرقنا بالحلقة إلى مسألة طول العمر بشكل عام، وبشكل خاص بالنسبة لشخصيات آخر الزمان وأهمية هالشي في شهادتهم على التاريخ. وبالعودة إلى اسم الله الأعظم القيوم اللي ورد في الآية العظمى آية الكرسي، وبالعودة إلى حديث الإمام علي اللي ذكرناه واللي تبين لنا أنه من علوم الجفر منلاحظ أنه إذا نتأمل بآية الكرسي من بدايتها منلاقي الله لا إله إلا هو الحي. لحد هون كل الكلمات مكونة من حروف بسم الله الرحمن الرحيم، وأول كلمة في الآية فيها حرف من خارج حروف البسملة هي اسم الله الأعظم القيوم، اللي هي الكلمة السابعة من الآية 255. وبالمناسبة آية الكرسي هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم اللي رقمها 255، فإذا كانت الكلمة السابعة من الآية 255 تمثل الشهر السابع من السنة 255، فعليه حروفها الستة لهالكلمة المفروض تمثل 30 يوم من الشهر. بالتالي علينا أنه نضرب عدد حروفها بخمسة ليعطينا 30، وهون بنرجع على الحرف اللي هو من خارج حروف بسم الله الرحمن الرحيم في الكلمة، واللي هو حرف القاف، الحرف اللي ترتيبه الثالث في الكلمة، اللي إذا بنضربه بخمسة كمان بيعطينا 15. يعني الحرف يشير إلى اليوم 15 من أصل 30، والكلمة تشير إلى الشهر السابع، والسنة والآية عفوا تشير إلى السنة 255، وبالتالي بيكون صار عندنا 15/7/255 للهجرة. وهون لابد نلاحظ نقطة، أولا التماثل بين عظم مكانة ليلة النصف من شعبان وعظم مكانة آية الكرسي، ثانيا علاقة الاشتقاق بين اسم الله الأعظم القيوم وبين اسم القائم اللي هو من أسماء الإمام المهدي عليه السلام، القائم من آل محمد أو القائم المنتظر. وهون بنفهم ليش الإمام المهدي هو خليفة الله في الأرض مثل ما ورد في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه ولو حبا على الثلج، أو فأتوها كناية عن راية الإمام المهدي، فإنه خليفة الله المهدي لأنه هو القائم اللي يقوم بأمر من القيوم عز وجل بإقامة دولة العدل الإلهي. هل في علاقة أو خصوصية لحرف القاف كمان بمسألة الإمام المهدي عليه السلام؟ وهل إلها علاقة بصورة قاف في القرآن الكريم؟ هالشي إن شاء الله رح نحكي عنه بالحلقة الجاي، اللي رح نناقش كمان فيها طرح بعض الحداثيين في نفي فكرة المهدوية جملة وتفصيلا. نلقاكم بالحلقة الجاية إن شاء الله.